تقول أنا عمري 17 سنة، أريد نصيحتك كيف أتوب إلى الله، ما هي الأعمال التي أقوى فيها حتى يقبل الله توبتي؟ كنت عندما أدخل مواقع التواصل المختلفة تظهر لي مقاطع غير لائقة، أظل أتابعها وأحيانا أعيدها، والآن نادمة على ذلك، وأحس بأن الله لا يقبل توبتي، لأني كنت أتراجع وأستغفر ثم أتوب وأرجع وغير ذلك. تقول حتى إني شعرت بأن الله لن يوفقني في اختبارات الثانوية بسبب ذلك. بنتي صالحة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتوبة هذه من أعظم مقامات العبودية، ولذلك الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومن أسماء الله تعالى التواب، ولذلك الله تعالى استحق هذا الاسم جل وعلا وتقدس. لماذا؟ لأنه يتوب على المذنبين، يتوب على المذنبين وعلى المخطئين وعلى الآثمين، هذا المقام الأول. المقام الثاني أن الله عز وجل يغفر جميع الذنوب إذا تاب الإنسان منها، ولذلك بنتي ما في أعظم من الشرك بالله عز وجل، فإذا تاب المشرك إلى الله تاب الله عليه، تاب الله عز وجل عليه. قال جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ولابد أن يكون في بالك أن كل ذنب يرتكبه الإنسان إذا تاب إلى الله منه تاب الله عز وجل عليه. المسألة الثالثة أن الذنوب مهما كثرت لا يجوز للمسلم أن ييأس من رحمة الله عز وجل. فالله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أمر الآخر أن الإنسان إذا وقع في الذنب وتاب إلى الله توبة صادقة ثم رجع إلى الذنب هل تنتقض التوبة الأولى أم لا؟ قولان، الصحيح بأن ما تنتقض على ما هي عليه، بشرط أن لا يكون لعاب، لأن الله عز وجل أدرى بما في قلب العبد وأدرى بما في نفسه، فما يستطيع الإنسان يخدع الله عز وجل. ممكن يخدع الناس، يقول لشخص أنا والله تبت إلى الله وتركت هذا الذنب، هو كذاب في داخله، لكن الله عز وجل ما تستطيع تخدعه ولا تستطيعين تخدعينه، فالسر عند الله علانية، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، لكن البشر ممكن يخدعون. فلذلك الإنسان إذا وقع في ذنب ثم تاب إلى الله توبة صادقة نصوح ثم وقع فيه مرة ثانية فتوبة الأولى على مكانها ولله الحمد، يحتاج إلى توبة جديدة. الأمر الآخر التوبة لها شروط، التوبة ليست فقط اللهم إني تبت إليك، لا، لها شروط. أولا الإقلاع عن الذنب، أنت الآن تقولين تجيني مقاطع محرمة أتابعها، إذن هذا ذنب. طيب ما هو الشرط الأول للتخلص من هذا الذنب؟ الإقلاع، أنك ما تتابعين هذه المقاطع المحرمة، الإقلاع عن الذنب. الثاني الندم، لابد أن تندمي أنك وقعت في هذا الذنب. لماذا؟ لأن الله تعالى ما حرم شيء إلا لأن فيه ضرر ومفسد فتندمين. أن بعض الناس الآن يتوب ويتمنى هذا الذنب، لا، هذا ما يتوبة، هذا ليست بتوبة، هو ما فهم معنى التوبة، هو ما فهم لماذا حرم الله هذا الشيء، هو ما فهم المصلحة في التوبة، ما فهم المفسدة في الخطيئة، ما فهم. أن بعض الناس الآن مثلا يتوب من ذنب ثم ما تجد بأنه نادم، يتمنى لو يرجع ويحدث نفسه بالرجوع، ما تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة. الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، وجاء في الحديث الندم توبة. الثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه. كيف العزم؟ العزم ليس شعار وكلمة وجملة تقال، العزم واقع، بمعنى الآن هذه المقاطع جاءتك من أي موقع، من أي مصدر، أغلقي هذا الباب، هذا هو العزم الأكيد على عدم العودة إليه. بعض الناس الآن يقول يا أخي أنا ما أريد أشاهد هذه المقاطع، طيب جففت منابع هذه المقاطع، أغلقت الباب اللي تأتيك المقاطع منه من هذه المواقع، أم جعلت الباب مفتوح والشيطان يحوم حولك
يريد أن يرجعك إلى هذا المستنقع الآسن من 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 هذه المقاطع السيئة. فانتبهي يا بنتي بارك الله فيك، جففي هذه المنابع، أغلقي هذه الأبواب، سدي هذه الطرق التي تأتي بهذه المقاطع. صحيح هنا توبة، صحيح، وأبشري، فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. ولا تقولي أنا حاسة بأن الله مراضي عني، لا، أحسن الظن بالله، فما أحسن عبد ظنه بربه إلا وجد خيرا ولله الحمد. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. آيات كلها تدفعنا دفع إلى إحسان الظن بالله، وأن الله تعالى يغفر لنا الذنوب والخطايا.